نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله الذي أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده، خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق، أمراء المؤمنين حضرات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي القدر الجلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون، اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها نعم أجر العاملين، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعد للموت قبل نزول الموت، صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه، فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الناهي أمته عن دار الجحيم، مفخر العرب والعجم، مولانا ومولى العالمين المحترمين سيدنا أبي القاسم محمد، يا أيها المحتاج من شفاعته صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أربعة الخلفاء حضرات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق والوفاء والأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وآية كلمة الحق والدين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هيئ للأمة ما يأخذ بيدها إلى صراطك المستقيم. اللهم ربنا اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى الحجاج والزوار والغزاة والمجاهدين والمقيمين والمسافرين في برك وبحرك وجوفك من أمة محمد أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.